بمعنى انه العقوبات المترتبه على انتهاك مثل هذه الحقوق يجب ان تكون عقوبات رادعه، لانه في وجود عقوبات خلينا نسميها غير رادعه وغير مؤثره راح يزيد تعدي الناس. Create public awareness campaign to educate individuals and organizations about the need for cultural heritage. زيادة الوعي الخاص بالأفراد والمنظمات بشأن أهمية الموروث الثقافي. لابد أن يكون هناك، ليش؟ لأنه العنصر الأساس في حماية أي موروث هو إحنا الأفراد الأشخاص. إذا ما تحس هذه الحضارة وهذه اللقية الأثرية هي مالتك فعلا ما راح تحميها. لما الكل راح يكون عنده فكرة انه يلا وذولا مو مشكلة وقلن يعني سوات واني ما عليها، راح يصير تعدي من اكثر من جهة على الجوانب الأثرية. التوصية الرابعة والأخيرة صور encourage international cooperation and collaboration in the digital age to conserve and preserve cultural heritage. يعني لازم يكون اكو تعاون دولي، لان مثل ما تعرفون انه دائما حاليا